على كل المزيد اكثر على الاسواق العالميه انضم الينا من هنا من ابو ظبي الخبير في شؤون الاستراتيجيه الدوليه في مجموعه اي دي اس اس سيد نزار عريضي. اهلا وسهلا بك سيد نزار معنا على سكاي نيوز عربيه. لا يوجد حتى الان اتفاق في الصين، لا يوجد اتفاق مع كوريا، الاسواق تفاعلت نوعا ما سلبا. كيف نقيم الحركة على الرغم من أنه لازلنا قرب أعلى مستويات على الأقل بالنسبة للأسواق الأمريكية، قرب أعلى مستوياتها في التاريخ؟ بداية تحية لك نور والمشاهدين الكرام. بالنسبة لنتائج القمة الكورية مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن بهذه السلبية الكبرى، لأن أسواق كانت تتوقع أن يكون هناك اتفاق، ولكن على الأقل هناك لقاء، هناك اتفاق على أن يتم التوصل إلى حل في المستقبل. الأنظار تتجه الآن إلى المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. رأينا بالأمس ممثل المفاوضات روبرت لاتنايزر الذي أشار إلى أنه لا زالت هناك موضوع الملكية الفكرية وموضوع سعر الصرف هو الأساس، ولا يعني ألمح بأنه لا يوجد حلول جدية بهذا الخصوص حتى الآن. وكنا قد ألقينا الضوء معكم بهذا الخصوص بأن سعر صرف اليوان هو الأساس، لأن كل هذه الرسوم لم تجدي نفعا، حتى إذا كان هناك اتفاقيات جديدة لن تجدي نفعا إذا كان هناك عدم اتفاق حول سعر الصرف أو حول قوانين الملكية الفكرية التي تكبر الولايات المتحدة الأمريكية 300 مليار دولار سنويا. فيما يخص أيضا المحادثات الحرب التجارية، على الأقل على ما يبدو هناك قد يكون اتفاق، لكن بنفس الوقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوعا ما يتهرب من إجابة واضحة بأنه يحذر من مغبة عدم التوصل إلى اتفاق. لماذا يعود من جديد والحديث عن احتمالية عدم التوصل لاتفاق بالرغم من أنه قام بتأجيل الرسوم التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم غد الجمعة؟ لأنه السقف يعني الذي يطلبه الرئيس الأمريكي عالي جدا بالنسبة للجانب الصيني، والجانب الصيني قد صرح بهذا الأمر بأن يعني المطلب الأمريكي لا يمكن تحقيقه إلى الآن. على سبيل المثال بما يتعلق مثلا بالملكية الفكرية، هم يريدون من 6 أشهر إلى عام كي يكون هناك نوع من البدء بهذه القوانين. لذلك الرئيس الأمريكي يدرك هذا الأمر ويعني ألمح بهذا الخصوص، ولكن هو قام بتأجيل هذه الرسوم لكي يفسح المجال أكثر مع الصين، لأن الجانبين يريدون أن يكون هناك حل. لأن الجانب الصيني رأينا اليوم البي أم آيز للشهر الثالث على التوالي في انخفاض، وأيضا الجانب الأمريكي لا يناسبها أن يكون هناك حرب تجارية والمزيد من العجز التجاري الذي يزداد. يعني 74 مليار كان العجز التجاري منذ يعني في بالأمس، فازدياد 4 مليار عن شهر الماضي. على الرغم من ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في المؤتمر الصحفي أنه العجز في الميزان التجاري قد انخفض، لعلم ما أي المؤشرات التي يتكلم عنها. لكن أنتقل معك أيضا لموضوع البريكزيت، عدنا إلى نفس إن صح التعبير الدوامة من جديد، احتمال التأجيل 3 أشهر، الاتحاد الأوروبي رافض أن يكون هناك لدينا أي مفاوضات جديدة. ما الذي جد في مفاوضات البريكزيت؟ دعني أوضح مسألة مهمة. منذ يوم السبت هناك تحرك بدأه حزب الليبرالي الديمقراطي بأنه سيكون هناك اتجاه نحو التصويت على أن يكون هناك استفتاء ثاني. هذا الحزب يشكل فقط 11 عضو في مجلس العموم الذي يبلغ 650 عضو، ولكن هذا التحرك انتقل إلى يعني هذه العدوى الإيجابية انتقلت أيضا إلى حزب العمال، ولا ننسى حزب العمال لديه 243 عضو. أيضا انتقلت نوعا ما إلى بعض الأعضاء في حزب المحافظين الذين يشكلون الجزء الأكبر 316 عضو. فلذلك هناك حركة أو هناك إجماع، أو يبدو أنه كل الأحزاب تتحمل الآن مسؤولية جدية بأن يكون هناك العودة إلى استفتاء مرة أخرى. والمهم أيضا بأنه كل الأطراف مجتمع على أن لا يكون هناك، يعني لا يريدون أن يكون هناك عدم اتفاق، لأن عدم اتفاق الكل مجمع بأنه سيكون كارثة بالنسبة للاقتصاد البريطاني وبالنسبة لبريطانيا. أيضا هناك عملية التأجيل، كلها عوامل تدعم الجناح حاليا إلى أن يتم التوضيح أكثر، التصويت الجدي، أن يكون هناك حركة جدية بخصوص أما استفتاء ثاني أو التأجيل أو التوصل إلى حل. على ما يبدو سنعود إلى ما يعرف بسكوير ون أو يعني بالنقطة صفر من جديد خلال الفترة المقبلة. نعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية قليلا. جيروم باول لم يعطي أي شيء جديد للأسواق سوى حديثه بأنه متخوف بأنه الأرقام نوعا ما الاقتصادية متضاربة، ويحذر من وجود نوع من التباطؤ قد يحصل خلال الفترة المقبلة. هل بالفعل انتهت فكرة أن يتم رفع أسعار الفوائد هذا العام؟
سيد نور، عندما يعني المؤشر الأول بالنسبة للفدرال الأمريكي بغض النظر ما ألمح إليه جيرمي باول هو موضوع سوق العمل، يعني الأجور في ارتفاع، الشواغر الوظيفية يعني job vacancies 7.3 مليون، الأنف في مستويات تاريخية، البطالة في مستويات تاريخية، لا زال هذا المؤشر هو الذي يأخذه على محمل الجد لأنه ينعكس بشكل مباشر على عمليات التضخم ويعكس أو يعطي مؤشر عام للاقتصاد، يعني الاقتصاد بشكل عام. وهو قال أيضا let's wait and see، لننتظر ونرى ماذا سيكون عليه الاقتصاد. صحيح هناك بعض التباطؤ، هناك بعض التحذيرات في بعض القطاعات، ولكن لازال بالنسبة لنا يعني رأينا نحن أن سوق العمل هو لازال الأساس بالنسبة للفدرالي الأمريكي. وإذا رأينا المزيد من الإيجابية في سوق العمل لربما سيكون يعني ستبقى اللهجة الهادئة للفدرالي الأمريكي، وسيبقى يراعي برامج ترامب الاقتصادية، ولكن لربما يعود إلى دوره الأساسي وهو التعامل مع الوقائع الاقتصادية. على كل، لدينا أيضا مؤشرات أو النمو الاقتصادي سيتم الإعلان عنها خلال جلسة اليوم سنتابعها. أنا أشكر حضورك معنا اليوم السيد نزار عريضي الخبير في الشؤون الاستراتيجية الدولية في مجموعة ADSS، شكرا جزيلا لك.